السباق من ميدان الوثبة في العاصمة الحبيبة أبو ظبي مع تجدد هذه الانطلاقات وتواصل هذه التحديات الخاصة في هذا اليوم بسن الحول والزمول، لننطلق ببركة الله وتوفيقه بانطلاقة واندفاعة خامس أشواطنا في هذا الصباح، بداية الجولة الثانية بهذه الانطلاقات. ينطلق على بركة الله شوط الحول المحليات لنتقدم مع هذه الأسماء، لننطلق مع هذا التنافس الشريف بانطلاقة شعارات كبيرة. أول هذه الأسماء، أول المنطلقات مذيار سيف بن سهيل بن خير العفاري يتقدم بانطلاقة مذيار على صدارة الأسماء، بينما النقلاء على المركز الثاني لأتابع غرام التي بدأت بكتابة قصص الغرام في عالم النواميس. أحمد بن محمد بن عبد الله بن سالم المعمري الدور يا أخواني، دور اللي على المركز الثالث، أتابع هملولة عبد الله بن سلطان بن تريم اللي اكتبي يتقدم بانطلاقة هملولة، واللي على المركز الرابع وصلت بشعارها الكبير وبشعارها العريق لتتقدم بشعار بن النويصر، والقادم أيضا أدها وأكبر ليتقدم شعارك يا أبو محمد سعيد بن مطر. الرميثي ينطلق أيضا بشعاره مع عزوة، عزوة 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 تنطلق بهذا الانطلاق الكبير، وسعيد بن مطر بن محمد الرميثي شعار بن ويصر على المركز الخامس بانطلاقته. شعار الشرقية يتقدم ببلشة علي بن مصبح بن علي المنصوري والمتجاوزة للأسماء والقادمة في هذه اللحظات، تتابعها تنطلق بانطلاقها الكبير الشامخة عيسى بن علي بن سعيد المنصوري، أتابع الأسماء أتابع الشعارات القادمة وبكل قوة في هذه اللحظات، أتابع تحديات قوية وكبيرة، أتابع اللي على المركز الثامن القادمة هي بشاير محمود بن مسلم بن سالم الجنيبي، والدور دور المركز التاسع وصل شعاري سعادة صالح بن محمد بن نصر العامري يتقدم بعهود، ينطلق رجل المفاجآت، وتابع اللي على المركز العاشر أبعاد وإن كنتوا قريبين يتقدم شعار مانع بن خليفة بن رشيد السويدي بأبعاد، ولكن العودة إلى مقدمة شوط، إلى الانطلاق الأول، إلى الاندفاع الأول، إلى مذيار 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 انطلقت بهذا الانطلاق الكبير منذ بداية الشوط لتعلن لنا التحدي الكبير بهذا الشكل الجميل. تنطلق بشعارك يا بن خير على المركز الأول سيف بن سهيل بن خير العفاري، تنطلق بانطلاقته هنا انطلاقته الكبيرة. ناموس الشوط وين يا إخواني؟ الأسماء كبيرة، التحديات مثيرة، والقادمة هي صدعة صدعة بشعارك يا العامري، عامر بن مسلم بن علي بن خالد العامري، تنطلق صدعة تتجاوز الأسماء، تنطلق على المركز الثاني بانطلاق كبير. الدور دور المركز الثالث لتنطلق غرام أحمد بن محمد بن عبد الله بن سالم المعمري، وعزوة عزوة قادمة عزوة قادمة بشعارها الكبير سعيد بن مطر بن محمد الرميثي يتقدم بهذا الشعار الذي لطالما صال وجال على أرضيات الميادين. الشعار القادم من السمحة بهذا الاندفاع المميز اللي على المركز الرابع، تقدمت هملولة بشعارك يا بن تريم، تنطلق بشعار عبد العزيز بن سلطان بن تريم اللي
المكتب وهناك أسماء كبيرة قادمة وشعارات رنانة، ولكن الكيلو متر الأخير الخطير والكبير، وانطلقت هناك صدعة ومذيار، مذيار وصدعة، من اللي بيصدع الثاني؟ يا سلام يا سلام، انطلقت صدعة، صدعت بالشوط وروحت مع الأسماء الكبيرة بهناك حضور الشعارات الجميلة، والرماثي قادم قادم بعزوة، عزوة على المركز الثالث، تنطلق بانطلاقها الكبير، بنتريم بدأ يعلن لنا حضوره على المركز الرابع، عبد الله عبد العزيز بن سلطان بنتريم الكتبي، ولكن مليار بسم الله ما شاء الله شكلها رائع، أداها كبير منذ بداية الشوط، قامت راس وما زالت محافظة على الموقع هذا الكبير، ولكن عزوة عزوة وشعار الرميثي حاضر على المركز الثاني، 400 متر الأخيرة، عزوة عزوة مذيار مذيار بن خيره بن خيره، وصدعة صدعة ترفض الاستسلام، تتقدم على المركز الثاني، لكن يا إخواني ما شاء الله على هذا الانطلاق، ما شاء الله وبسم الله على اندفاعها الكبير، مذيار يا بن خيره مذيار، قامت راس ونهت الشوط راس، وهي والله بهالمستوى والأداء تنحط على الراس يا بن خيره، على الراس يا بن خيره، سلام 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 بن خيره، سلام سلام مذيار، سلام سلام يا عليك يا راعي مذيار، مشكور يا سيف بن سهيل بن خير الحفاري على هذا المستوى وعلى هذا الأداء الكبير، واللي بالمركز الثاني حضرت هناك صدعة بشعار العامري، انطلقت هنا عامر بن مسلم بن علي بن خالد العامري، واللي بالمركز الثالث وتابع القادمة والحاضرة على المركز الثالث. انطلاقة عزوة على المركز الثالث، سعيد بن مطر بن محمد الرميثي، والمركز الرابع انطلاق وحضور العفريت مبارك بن أحمد بن مطر بن مايد الخيلي، والمركز الخامس المركز الرابع إذن، نعم المركز الثالث هي هملولة عبد العزيز بن سلطان بن تريم الكتبي، والمركز الرابع عزوة سعيد بن مطر بن محمد الرميثي، والمركز الخامس صول وانطلاق بشاير محمود بن مسلم بن سالم الجنيبي على المركز الخامس، تهانينا والناموس لجميع الفائزين، والعودة بالتوقيت الزمني هناك لحظة وصول مذيار المركز 7:54، 4 أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس.